اتكلمنا عن شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وهم اتكلمنا معاهم هنا أحد هذه الأسماء المهمة الأستاذ مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين. هو معانا على التليفون وهيقول لنا يا ترى هل حتى وضع، لأن احنا اتكلمنا مع حضرتك هنا في حديث القاهرة. أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ مجدي، حضرتك كنت معانا هنا في حديث القاهرة. مظبوط. وأنا عايز أفكرك وأفكر الناس باللي احنا قلناه. إيه رأيك تشوف معايا حتة صغيرة كده وأرجع أسألك؟ تصوير الجنازات بشكل عام، الجنازات الشخصيات العامة، يعني هو عمل صحفي في المقام الأول، يعني دون المساس بحرية الأشخاص أو انتهاك خصوصياتهم. بقى في بلوجر، بقى في مواطنين بيعرفوا الجنازات دي، فعايزين يروحوا يتفرجوا على الممثلين أو يشوفوهم أو يعني يشاهدوهم، يصوروهم في أوضاع مؤلمة، بيعيط من غير مكياج. فدول للأسف الشديد هما اللي بيخلوني أنا كراجل مهني فاهم واجباتي ما أقدرش أقوم بشغلي بالشكل الأمثل. دخول المدفن يا أستاذة في حد ذاته جريمة، لا يجوز أبدا دخول المدفن. خروج فقط النعش من المسجد هو يحمله الشخصيات العامة والجماهير الحشود اللي حوالين منه، هو ده دوري ان انا اسجله واقرخه فقط. الحل يا استاذه زي ما استاذنا تفضل، لازم يبقى في تعاون وثيق ما بين نقابه المهن التمثيليه ونقابه الصحفيين، وكمان الامن يكون له دور في الموضوع ده، لانه فعلا الموضوع بقى زايد عن حده. فبالتالي مهم جدا التنسيق ما بين الاجهزه دي وبعضها عشان يبقى في شكل ويبقى في قواعد، يبقى في يعني ليه حدود معينه ما اقدرش اعديها عشان اعرف اشوف شغلي بشكل كويس، واللي بيخالف بقى واللي بيتعدى ده بيتحاسب بيتجازى. يا استاذ مجدي، افتكرنا مع حضرتك الكلام اللي قلناه، ومن البدايه كلام حضرتك واضح جدا ومحدد وفي احترام لكل ما يهم شخص وهو بيغطي هذه الاحداث اللي بتبقى فيها الم. بس عدى دلوقتي 11 شهر، ليه احنا متاخرين في وضع الضوابط دي؟ هل الموضوع بهذه الصعوبه يا استاذ مجدي؟ هو صعب، الموضوع مش سهل بصراحة، يعني عشان ما بقاش بس يعني، لكن مش بهذه الصعوبة. فين صعوبته طيب؟ محتاج بس هو يعني انه وزي ما يمكن المداخلة السابقة الأستاذ محمود صديقي العزيز يعني واتكلم وقال انه نقيب الصحفيين فعلا خد إجراءات فعلية. وخليني أقول لحضرتك، وده مش كلام للاستهلاك الإعلامي، احنا قبل الواقعة دي يا أستاذة كان في كلام مع مجلس النقابة عشان يبقى في اجتماعات وفي ضوابط وفي دورات تدريبية للمصورين والصحفيين وإعلاء من المفاهيم العامة لاحترام المهنة وقواعدها وأساليبها، وكان هيبقى من ضمنها الحد يعني نحط قواعد للتصوير الجنازات. يمكن ما كانش في اتفاق على مواعيد محددة يعني ان احنا نعمل ده، لكن كنا شغالين فيه. يمكن الواقعة دي حصلت عشان نسرع بشكل أكبر من الإجراءات دي، وأعتقد فعلا يعني المجلس اللي فات كان مجتمع وقالوا لي أنه يعني أعتقد هيناقشوا في الاجتماع القادم هذه الضوابط، وأنها يبقى اللي هو إمتى الاجتماع القادم؟ يعني ما عنديش للأمانة يعني معرفة كاملة بأنه هو بيبقى كل قد إيه بالظبط، لكن أعتقد هو اجتماعات المجلس الحالي بقت سريعة جدا، يعني أعتقد يعني ممكن تكون الأسبوع القادم اللي بعده بالكتير، لكن أعتقد فترة قريبة جدا 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 هيبقى في نقاش جاد وفعلي لوضع، لأنه فعلا الموضوع بقى للأسف مأساوي مؤلم للناس اللي بتتابع، مش بس أصحاب الجنازات، لأن الموضوع أصبح مؤلم للناس بشكل عام اللي بيحبوا هؤلاء الأشخاص اللي بيتم التعامل كده في جنازاتهم. اسمح لي يا أستاذ مجدي، إحنا هنا كحديث القاهرة هنحط الملف ده على أولوياتنا وهنتابع مع حضرتك ومع النقابة الاجتماع هيكون إمتى، هيحصل فيه إيه، وهي الضوابط اللي اتحطت. أنا بشكرك جدا. يا ريت يا فندم. وبرضه خليني اقول لحضرتك في الاخر بس، هو مؤلم لينا احنا كمان كمصورين بشر، احنا بني ادمين وبنحس بالناس وبنحس بمشاعرهم، وده بيضايقنا جدا وبيقلمنا جدا، وان شاء الله الضوابط دي تتحط في فتره قريبه جدا عشان يعني نحسم الملف ده المشاعر السيئه. بنشكرك جدا استاذ مجدي ابراهيم رئيس شعبه المصورين الصحفيين بنقابه الصحفيين. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم اللي باقي في قصصنا الاخباريه النهارده في حديث القاهره.